Hi guys, welcome back to my channel. So, اليوم رح نعمل brows. It's a very small tutorial about brows, how to shape them, how to give them this natural effect that everyone likes nowadays. وبس بدي اخبركم شغلة انه انا حواجبي they're kind of full. So, رح ارجع اعمل tutorial صغير كمان عن حدا حواجبه شوي اخف من حواجبي. So, let's start. بدي اخبركم شغله انه الحواج they are sisters منهم twins so they are not supposed to look identical. مثل ما بدي فرجيكم بلشنا بتمشيطه الحواجب. دائما بنبشط الحواجب طلوع وما بنمشطهم نزول لانه لما بدكم تمشطوهم نزول بتبين العين صغيره وتعبانه. لما بدكم تمشطوا طلوع ببينوا الفراغات عندكم وبتعرفوا وين لازم تعبون. هلا بدنا نبلش تعبئه القلم. سو دائما بدكم تعرفوا انه لما بدكم تعبوا بالقلم ما بدكم تعملوا لونج لاينز، بدكم تعملوا شورت ستروكس. شورت ستروكس ببينوا الناتشرال هير كانه هن معبيين بالشعر. ما بدكم تنسوا انه تمسكوا القلم من اخر القلم كرمال ما يبين البريشر اللي انتم عم بتحطوه على الحواجب. بعدين لما بدكم ترسموا اول الحاجب تعرفوا انه ما لازم تعملوا the square or the circular shape قدام الحاجب لانه this is gonna make you look so angry حتى لو you're very happy. انا شخصيا بحب استعمل powders وقلامز يكونوا شوي على grayish undertone بس انتو فيكن تستعملوا اي لون انتو بتفضلوه. المهم يكون شوي افتح من لون حواجبكم وتقريبا مثل لون راسيني شعراتكم. For now I'm gonna write the products I used on the description box below. Please see them واذا عندكم اي شي comment down below.